هيدي خبرية. خبريتنا الحلوة لليوم هي عن 8 جامعات لبنانية حلوا بين أفضل 1000 جامعة عالمية بتصنيف مؤسسة QS البريطانية العالمية المتخصصة بالتعليم العالي لسنة 2021. هالتصنيف تم نشره على موقع المؤسسة. حافظت الجامعة الأمريكية ببيروت AUB على المركز الأول لبنانياً وحلت بالمرتبة 220 عالمياً، وهي مصنفة بالمركز الثاني عربياً، فيما حلت جامعة البلمن بالمركز الثاني بلبنان وبالمرتبة بين 510 عالميا. جامعة القديس يوسف اليو اس جي اخذت المركز الثالث لبنانيا وحلت بالمركز بين 541-550 عالميا، وهي مصنفة بالمرتبة 18 عربيا. اما الجامعة اللبنانية الامريكية LAU احتلت المركز بين 551-560 عالميا. جامعة الروح القدس الكاثوليك حلت بالمرتبة 601-650 عالميا. اما الجامعة اللبنانية فحجزت موقع لها بالترتيب العالمي بتصنيف كيو اس للمرة الأولى بعد ما كان بيقتصر تصنيفها عربيا، وحلت بالمرتبة 701-750 عالميا، فيما تصنيفها عربيا بالمركز 25، وتساوى مركز جامعة سيدة الويزة مع الجامعة اللبنانية بتصنيفها العالمي بالمرتبة بين 701-750. وأخيرا جامعة بيروت العربية حلت بالمرتبة بين 801-1000. انتو كمان فيكن تكونوا مشاركين بخبريتنا الحلوة وتكتبوا لنا أخباركم بالكومنتس.